ده كلام مظبوط، ألف مبروك. كنا محتاجين الثلاث نقاط فعلا نفسيا، حتى انا كنت عتالي المجموعه بيبقى عندك 10 نقاط بتلعب اعتقد على الحاله الارتياحيه بقى، مش في الضغط العصبي اللي انت كنت موجود فيه في هذه المباراه امام الهلال السوداني. ولكن النهارده واضح لنا عشان تكسب شكل الجيم بيبقى عامل ازاي، عشان تبقى في تصفيات في دور الثمانيه لازم يبقى عندك مجهود كبير قوي مع جميع الفرق وانت بتلعب. الاراده هي النهارده كانت رمز الملعب، محاوله اللعيبه كلها في احترام المنافس. المنافس النهارده اعتقد لو كان ليه وضع غير لا يسمح له الا الفوز كان هتلاقي مباراه من اول 4 دقائق شفناها من العريبي ومحاوله تسديد على الشناوي المتالق. الحمد لله ان احنا عدينا من هذه المباراه، جالنا فرص كتير وكل حاجه بس المباراه ما كانتش سهله، ففي دروس كتير قوي من هذه المباراه هنتكلم فيها مع بعض ان شاء الله. فالف مبروك.